بعد الإعلان عن تشكل حالة مدارية تتجه نحو سواحل السلطنة صنفت بدرجة إعصار وسميت لاحقا شاهين، كانت الاستعدادات قد بدأت للتعامل مع التأثيرات المحتملة لهذه الحالة. الجهود التنسيقية تركزت على محافظتي شمال وجنوب الباطنة، وبدأت اللجان الفرعية لإدارة الحالات الطارئة في المحافظتين عقد اجتماعات تنسيقية بمشاركة الجهات المعنية الأخرى في 8 قطاعات تعمل بجهود أمنية وعسكرية ومدنية للوصول إلى الجاهزية التامة قبل وصول الحالة المدارية إلى سواحل السلطنة، حيث حددت مراكز الإيواء بعدد 65 مركزا في محافظة جنوب الباطنة و48 مركزا في محافظة شمال الباطنة. فعل البعض منها بعد إجلاء المواطنين والمقيمين في المناطق التي صنفت ضمن دائرة الخطر. قبل وصول الإعصار بساعات قليلة، قامت شرطة عمان السلطانية بإجراءات وقائية من خلال التحذير المتكرر وغلق طريق الباطنة العام وبعض الطرق الداخلية باستثناء الحالات الطارئة، وغلق المراكز والمحلات التجارية، وتسيير مكثف لدوريات الشرطة لتأمين الإخلاء من الأماكن المتوقع تأثرها المباشر. في مساء يوم الأحد 3 من شهر أكتوبر، بدأت تأثيرات الحالة المدارية تصل إلى السلطنة برياح وأمطار غزيرة، بدأت في أجزاء من محافظة مسقط ثم محافظة جنوب الباطنة. وصل شاهين في ليلة كانت مختلفة بأحداثها عن ما قبلها من ليال أخرى، فالجميع استيقظ على صباح يحمل الكثير من المشاهد المؤلمة خاصة في ولايات السويق والخابورة وصحم والمصنعة. بعد ساعات من مرور الحالة المدارية شاهين، باشرت الجهات الأمنية والعسكرية والمدنية في التعامل مع الأضرار الكبيرة التي خلفتها هذه الحالة، على الرغم من انخفاض درجتها من إعصار إلى عاصفة، فشكلت جسرا جويا للإنقاذ والإغاثة للأشخاص المحاصرين في منازلهم. وعلى الأرض بدأت أعمال الفرق العسكرية والمدنية والأهلية لفتح الطرق وإعادة التيار الكهربائي وتوصيل المؤن الغذائية والمستلزمات المنزلية الضرورية في جهود حثيثة تسابق الزمن لإعادة الحال إلى طبيعته. وفي إطار المتابعة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه لتأثيرات الحالة المدارية، فقد أمر جلالته بتشكيل لجنة وزارية لتقييم الأضرار التي تعرضت لها منازل المواطنين وممتلكاتهم المختلفة في المحافظات. وبعد 4 أيام على مرور الحالة المدارية شاهين، كانت اللحمة الوطنية التي شكلها أبناء عمان الأوفياء من مسندم إلى ظفار، والذين أتوا في يوم تاريخي ملبين لنداء الإنسانية والواجب الوطني في حملة تطوعية تاريخية بعدد المشاركين فيها الذي وصل إلى نحو 15,000، جاءوا في همة ونشاط ومعهم يحملون مختلف أنواع المواد الغذائية والمستلزمات الأسرية ومعدات التنظيف ليباشروا عملهم في تنظيف المنازل من الطين والعوالق الترابية ومخلفات الأودية. شاهين جاء ورحل، إلا أنه يبقى في ذكرى تاريخية سطرها أهل عمان من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، تؤكد الرابطة الاجتماعية الوثيقة وحقيقة التكافل والتعاون بين الجميع، فضلا عن التأكيد على عمق الانتماء وصدق الوفاء للوطن الغالي.